مرحبا بكم أعزائي في حلقة من حلقات صناعة العود. في هاي الحلقة راح أراويكم أنا أسوي الأكثر عوادي، يعني أحط لها بعد ما أخلص من الطاسة ويكون المستوى يعني كان مضبوط وكل شيء تمام، فأشتري من هذا يعني يستخدمونه للجيتارات. هو خشب خفيف وأنا أشتريه من يعني محلات اللي يبيعوا يعني أخشاب وكذا للجيتارات، فأشتري من هذا. شوفوا، هو خشب خفيف وخفيف جدا، يعني شوفوا من هذا يعني مقطع بطريقة يعني ممتازة جدا. فنجي ونحطها، نحطها في هذا المكان هنا، زين بهذا المكان، حتى شنو المسافة، هذا الريشة يعني هاي سمكها 1.5 ملي، يعني فأعتقد هاي المسافة يعني بعض الأعواد يعني من يحط الوجه يكون فراغ ويحطوا الطوق، فمع مرور الزمن يعني ممكن الطوق هذا والغراء يعني يخرب أو يصير في شيء تأثيرات فيفتح يعني. فلما تحط أنت مثل هاي الخشبة، زين يكون عرضها حوالي، نشوف العرض مالها، هذا عرضها 6 ملم، 6 ملم، وهاي عندك ال 1.5 ملم أو 2.5 ملي، يعني الريشة فيكون عندك حوالي 7 ملي العرض. لما يكون العرض 7 ملي يعني يكون 7 ملي، فنصه يروح للطوق يعني مكان الطوق، والنص الثاني يكون الوجه ملتحم عليه، يعني يكون الوجه ملتحم كله عليه، فهذا يعطي قوة للوجه يعني ثبات على القصعة. وحتى مع مرور الزمن حتى لو خرب الطوق هذا أو صار فيه، خصوصا للي يعملوا ديكورات يعني للحواف هاي، يعني يحطوا نقوش وكذا، فحتى لو خرب ما راح يخرب الوجه، يعني ما راح يفتح أو يصير فيه مجال للهواء أو هذا. بس بعدين نحط له يعني غراء ونركبه على طول. أول شيء أنا أخذت القياسات، يعني أول شيء أقيس المسافة وأقطع لأن هو طويل كثير، زين فأعرف المسافة إيش كثر، وبعدين أحط له غراء وأمسكه بهاي القراصة يعني مال الملابس، البلاستيك أو من الخشب، يعني قراصات اللي أحطوها للملابس، زين فيمسكه يعني. خلينا نسوي الآن، نحط هذا المتبقي، بس نحط شوية، نحط شوية غراء، نحط شوية غراء بعدين. بعدين نلحمها طريقة بسيطة وسريعة وتعطي متانة للعود، يعني تعطي متانة. لا تكثر دائما بالغراء، يعني تحط غراء كثير ويقوم يسيل ويخرب لك القصعة، لأنها دائما الغراء الزايد يقلل من جودة الصوت، يعني حسب ما يقولوا يعني الصناع وكذا، فتحاول تقلل من شو اسمه السمك.
وبعدين تحطها بهاي المكان على حافة زين، تخلي يعني متوازي. بعدين بالنهاية هو يريد له تعديل، يعني شوية يريد له تعديل، تسوية نهائية. أشوف أنا أساوي من الآن، أساوي مع الريشة الأخيرة. زين، ونحط له هاي القراصات، يعني واحدة بصف واحدة. نشوف كل الأماكن. شوف، أتأكد إنها متساوية الريشة. طيب، جدا ممتاز. يعني والآن انتهينا، وتخليه يجف ونسوي الجهة الأخرى، يعني الثانية. يعني شوفوا كيف، من الداخل هي العملية. نسوي الجهة الثانية، وبعدين من ينشف الغراء نعدل المستوى. لما تحط الوجه يعني، فتعرف انت يعني الوجه حتى لما يركب يكون كله متطابق يعني على القصعة، فيراد له تعديل شوية بالمبرد او بالسنفرة يعني. و هذه الحلقة لهذا اليوم، إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هاي الحلقة، وإن شاء الله نسوي لكم حلقات أخرى بإذن الله. مع السلامة وفي أمان الله.